صافي ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة زمان صافي ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف غزوة الخندق وتعرف كم أخذ حفر الخندق من جهد الصحابة الكرام. العجيب في هذا أنهم عندما أحلكت أمامهم الطرقات وجاءتهم صخرة لم يستطيعوا كسرها، كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل ساعات حفر الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ولا تظنن أن حفر الخندق بالشيء الهين، تقريبا مساحة الخندق نصف كيلو متر بثلاث أمتار عرض بثلاث أمتار غمق انحدار للأسفل. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فذهب إلى زوجه وقال إني رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، رأى فيه جوعا، رأى فيه شدة من الجوع من أثر التعب في حفر الخندق، فلو صنعت شيئا من طعام. فأخرجت شيئا من الطحين في جراب في قماشة، أخرجت شيئا من طحين وعندهم غنمة فأخرجتها لتذبحها من غنم البيت، ثم قالت اذهب وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تدعو أناسا كثيرين لأن الأمر لا يحتمل هذا. فجاء سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه على حدة بإصرار وقال يا رسول الله ائتنا أنت ونفر من أصحابك، أي 13 بهذا العدد، نفر، النفر من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. فقال يا رسول الله ائتنا أنت ونفر معك. وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يصيح في أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لنا طعاما، وجاء أهل الخندق أجمعون. سيدنا جابر هنا رضي الله تعالى عنه يعرف مع من يتعامل، مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بخائف، لكن زوجه وكانت امرأة قوية واشترطت عليه لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه جميع أهل الخندق، فقالت بك وبك، أي أتت ببعض الألفاظ الشديدة، قالت بك وبك ألم أخبرك بكذا، فقال لقد أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تقول فقالت هي المرأة إذن رسول الله يعرف ذلك وهو أدرى بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل البيت أين مكان العجين، أين مكان اللحم، أين مكان، قال لا تنزلوا البرمة، اتركوا القدر على حاله ولا تكشفوا. ثم جاء وبرك، تلا بعض التلاوات بعض الأمور التي برك على هذا العجين وعلى اللحم، وقال ادعوا الخابزة، ادعوا فتاة تخبز الخبز، فجعلت تخبز ويأتي بالطعام ويقدم. يخبرنا سيدنا جابر أنهم قدموا طعام لأكثر من 1000 شخص وأكلوا منه، ثم لما كشفوا القدر كانت كما وضعوها أول مرة تماما، وكأنها ما نقص منها ذرة. الدعوة كانت لشخص، ولكن الكرم عند حبيبي صلى الله عليه وسلم يجعله يمتنع أن يذهب مع أشخاص آخرين دون أصحابه الآخرين الذين يعملوا معه. وبإمكانه عليه الصلاة والسلام وبإمكان أي شخص منا أن ينسحب بالاعتذار اللطيف مع أصحابه ويقول قد دعيت إلى مكان، عندي اجتماع خاص، عندي أمر خاص، عندي أمر أريد أن أقدمه مع جابر، ولكن كرم الحبيب عليه الصلاة والسلام منعه أن يذهب وحده، لابد أن يدعو كل السلسلة والمنظومة التي تعمل معه. هذا نبيك يا بني، فصلي وسلم وبارك عليه واقتدي بكرمه، فإنه روحي فداه بلغ من الكرم الذروة العليا.
وما شابهه قط إنسان في الكرم، لقد سماه الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبع صافي ما أحلى ما أحلى.